وقد أكد زعيم مكون أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي أن التفاهمات بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله والحلفاء أثمرت في الاستقرار السياسي والاجتماعي والتفرغ لمواجهة العدوان الذي لم يمر يوم منذ بدأ إلا وسفك فيه الدم اليمني، مشيرا إلى أن مصلحة الجميع في اليمن تكمن في التفاهم وتضافر الجهود ضد العدوان، موضحا أن هناك حرصا من عقلاء المؤتمر وأنصار الله على معالجة أي تباينات بالحسنى. أثمرت التفاهمات في كل الفترة الماضية، والروح الإيجابية في التعاون في مواجهة العدوان وإدارة مؤسسات الدولة ما بين أنصار الله وشركائهم من جانب، والمؤتمر الشعبي العام وشركائه من جانب آخر. هذا الجو من التفاهم والروح الإيجابية والتعاون أسهم إلى حد كبير جدا في أن يصنع في الداخل استقرارا سياسيا واجتماعيا وأمنيا، وأصبحت وجهة الخطر ما يأتي من جانب قوى العدوان، وهذا عامل مهم جدا في مستوى إمكانية التفرغ لمواجهة هذا العدوان وتوظيف كل الإمكانات والقدرات والطاقات في مواجهة هذا العدوان. ما بإنشغال، نحن منشغلين بعضنا البعض، توجه كل الطاقات كل القدرات كل الإمكانات في التصدي لهذا العدوان، وهذا واجب ديني، مسؤولية وطنية، واجب أخلاقي، وهذا هو مقتضى الحكمة، مقتضى المنطق، مقتضى المصلحة الوطنية العليا لهذا البلد. وقال السيد عبد الملك الحوثي إن من في الجبهات هم من كل الأطياف اليمنية، وأن الحضور القبلي في مواجهة الغزاة والمحتلين لافتا وكبيرا. عشرات الآلاف من أبناء هذا البلد، من مختلف أبناء هذا البلد الموجودون في محاور القتال، لا يخصون مذهبا معينا، لا، هناك منهم أعداد كبيرة من الشافعية، وأعداد من الزيدية، أعداد أيضا من السلفية، أعداد من كل أبناء هذا البلد، حتى من الإسماعيلية هناك حضور مشرف ومعتبر في هذه الجبهات، من كافة أبناء هذا الشعب من مختلف المذاهب ومن مختلف التيارات السياسية والمكونات الاجتماعية. وعلى المستوى القبلي، كل القبائل الكبيرة في هذا البلد حاضرة في المشهد بقوة، ويجدر بنا أن نشيد بالحضور القبلي الفاعل جدا في هذه المعركة وفي الدفاع عن البلد، لأن البلد تركيبته الاجتماعية هي تركيبة قبلية، وبالتالي هو حاضر بكل قوة، وسيسجل التاريخ للقبيلة اليمنية حضورها الكبير كما سجله في الماضي حضورها الكبير في مواجهة هذا العدوان، وحضورها المعتبر، حضورها الرئيسي. رحبت هي